وقل رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين. في زمن الكورونا وفي هذا الابتلاء والامتحان الذي نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم وسائر خلقه من هذا البلاء وهذه الفتن، تكون هناك إن شاء الله بعض التعريف والبشريات التي أثبت بها نفسي وإخواني وأخواتي في الله، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها. أولا، ما معنى الفتن وما هو تعريفها؟ الفتن جمع فتنة، وأصلها من الاختبار والابتلاء كما قال الأزهري رحمه الله تعالى، وفي لسان العرب يقال أن الفتنة هي الابتلاء والاختبار، وأصلها من قولهم فتنت الذهب إذا أذابه في النار. الذي يعمل في الذهب يأتي بهذا الذهب يكون سبيكة كاملة فيها من الشوائب وفيها من الذهب، لكن لا يكون ذهبا خالصا، فيحتاج أن يضعه في الماء حتى يذاب فيتصفى، فهذه العملية تسمى فتنة، يعني فتنت الذهب ليميز الطيب أو الصالح من الطالح ومن الرديء. هذا معنى كلمة الفتنة في العموم، فهي الفتنة اختبار وابتلاء من الله عز وجل لعباده، لجميع خلقه. قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. سبحان الله، كل إنسان يمر بهذه المرحلة في حياته. لذلك نقول ما هي أنواع الفتن إذن؟ الفتن تنقسم إلى أنواع كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال أو المسيح الدجال. فهذه فتن يستعيذ منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتنة الرجل في أهله وماله، وفتن تموج كموج البحر. يقول عمر رضي الله عنه أرضاه لحذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا حذيفة، قال عمر من يحدثنا عن الفتن؟ فقال حذيفة أنا لها. قال والله إنك عليها لجريء، أنت لها يا حذيفة، حدثنا عن الفتن. فقال يا أمير المؤمنين، فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال عمر ما عن هذه سألت، إنما أسألك عن الفتن التي تموج كموج البحر. إن حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أطلعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل فتنة كائنة إلى يوم الدين. فقال لعمر عمر يسأله يقول حدثنا عن هذه الفتن التي تموج كموج البحر. هذه الفتن التي وصفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها فتنة عظيمة كالليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. قال حذيفة يا أمير المؤمنين أنت عنها بمنأى، أنت بعيد عنها، بينك وبينها باب. فقال عمر يكسر أم يفتح؟ قال حذيفة بل يكسر. قال عمر إذن لا يغلق اليوم القيامة. فقال سأل حذيفة رجل فقال أيعرف من الباب؟ قال عمر، قال أيعرف ذلك؟ قال نعم، سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه فتنة، فتنة الرجل في أهله وماله، فتنة المال، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم منها. فتن ظاهرة وفتن باطنة، فتنة الهرج والقتل والذي يحدث الآن في كثير من البلدان، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذكرها في الحديث الذي أسلفت لكم في أول لقائنا. فهذه كلها فتن نستعيذ بالله عز وجل منها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم. فتنة الاختلاف والمراء والجدال، هذه كلها فتنة لا يعرف فيها الرجل الحق من الباطل، ولا يعرف فيها الهدى من الضلال، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم. كل هذه فتن كان يستعيذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نرجع فنقول الفتن هي الابتلاءات والاختبارات والامتحانات. لماذا؟ أولا ليميز الله الخبيث من الطيب، ليعرف الصالح من الطالح. طيب، هل هناك أسباب أو دواعي لهذه الفتن؟ هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا كيف نحصن أنفسنا منها، كيف نتعامل معها، كيف نستطيع أن نتغلب عليها، كيف يحفظ الإنسان على نفسه دينه وأهله وماله في هذه الفتن المتلاطمة كالموج؟
نعم، أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذلك، وهذا هي أول بشرى. أول بشرى أن كل ما يحدث للمسلم في حياته عنده فيها نص أو خبر أو قياس من قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أخبرنا بكل شيء، كما قال ابن عباس: حتى أخبرنا بخبر الطائر في السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. حذرنا من فتنة الدجال، وأخبرنا أنها أعظم فتنة ما أتى نبي قبل إلا وحذر أمته منها. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن فتنة قلة العلم وكثرة الجهل والمراء، ويظهر المراء والجدال، يعني إذا يعني قبض العلماء وكثرة الجهال والذين يتكلمون في دين الله عز وجل بغير علم ولا نور ولا بصيرة. كل هذه فتنة تطرأ على المرء من شبهة يحملها في قلبه، أو شهوة يدفعها إليه قلبه. كل هذه فتن استعاذ منها رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، هذه الفتن لماذا؟ لماذا الفتن ولماذا الاختبار؟ لماذا البلاء؟ هذه الدنيا أيها الإخوة والأخوات الكرام، هذه الدنيا دار بلاء ومحن. قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من الذي سيعمل ويجتهد ويجد، لا سيما في زمان الفتنة والمحن؟ الآن الحمد لله عندنا وقت، أوقات، ويعني عندنا فرصة ومتسع من الوقت لنجتهد فيه في العبادة وفي الطاعة وفي ذكر الله عز وجل وفي إقامة الصلاة وفي الرجوع إلى الله عز وجل وفي كثرة الاستغفار وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واستغلال الأوقات فيما ينفع العبد يوم القيامة. فالدنيا هذه دار بلاء، والآخرة هي دار الجزاء. قال الله عز وجل: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سبحان الله، كما قلنا، ليميز الله بين العباد. قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من هذه الفتن المتراكمة، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين في الدنيا والآخرة. وإن شاء الله نكمل بقية الحوار في اللقاء القادم في ما هي أنواع الفتن وأحوال الناس مع الفتن، ولماذا يفتتن العبد، من قرآن ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.